السلام عليكم أسماء، وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وبركاته. بيك يا ست أسماء، ازيك يا اتفضلي. دكتورة؟ الحمد لله رب العالمين، أنا اتفضلي. ليا عتاب وليا سؤال. لا اتفضلي. حضرتك احنا ما كناش بنشبع من حضرتك في الساعة اللي كنت بتقعديها معانا، فدلوقتي ميعاد البرنامج قل قوي، وقت البرنامج يعني، فاحنا مش ما بنحبش نشبع من حضرتك ولا من الله علمك يعني. يكرمك، اكرمك الله. والله هي دي انا مالياش شد فيها، دي بتبقى خريطه القناه هي اللي بتبقى حاطه. احنا تقريبا دلوقتي يعني وصلنا ل 40 دقيقه، ان شاء الله نرجع تاني للساعه، بس تبقى احيانا الخريطه ما كده شاء الله بيتاخد من وقتها وترجع تاني، بيبقى تنسيق عام في عرض الخريطه بتاعه القناه. نتمنى ان ما شاء الله شاء ترجع، الله، وانا كمان بفتقدكم والله، ما ببقاش عايزه اسيبكم يعني، فان ربنا شاء الله يخليك باذن ليك الله يقدروا ينظموا الوقت اكتر من كده. احنا ربنا يخليك تقريبا يا عم دلوقتي يا دكتورة حوالي ويجعله في من ميزان حسناتك 39 يا رب. ل 40 دقيقه، ربنا يبارك يعني في الوقت، وان شاء الله نرجع زي ما كنا تاني. ما شاء واحنا الله على فكره بنبتدي 5 ل 10 دلوقتي، مش ببتدي 5، فانا ببتدي 5 ل 10، وان شاء الله ربنا يبارك في الوقت. ان شاء الله سؤالك يا ربنا ست يزيدك من اسماء. علم يا دكتوره ويجعله اللهم في ميزان امين حسناتك. يا رب يا رب. انا ليا اتفضل عند حضرتك سؤال بس اتفضل معلش وحساس شويه. اتفضلي. انا زوجي، انا متجوزه بقالي 10 سنين، وزوجي الحمد لله على خلق وانسان طيب جدا جدا. هو ربنا طبعا يبارك لك فيه فيه. يعني بعض العيوب، لكن الحمد لله يعني زي ما انت كمان فيكي بعض العيوب، اكيد كل طبعا واحد مننا فيه عيوب وفيه حسنات. طبعا. صح، بس اتفضلي. انا يعني ايه العيب اللي موجود دلوقتي؟ عيب حساس جدا، وانا يعني ايه يعني مش قادره اتعايش معاه كويس اللي هو ايه يا فندم؟ يعني. هو بقى عنده يعني شيء من الضعف الجنسي، بس ده انا متحملاه. الموضوع ده حصل بقاله اكتر من 5 سنين، وطبعا انا متحمله ان انا بحبه جدا. طب انت ما حاولتيش تتكلمي معاه؟ محتاج يروح لطبيب اذا كان هو يعني كان هو طبيعي قبل كده، هو وبعدين للاسف احنا رحنا طبعا لدكتور، لكن الدكتور يعني الله لا يسامحه يعني بص للموضوع بنظره وحشه جدا، وقال له على شويه حاجات يعني تخصه هو، ان هو يعني يرضي نفسه وخلاص، يعني اهم حاجه هو. وانا للاسف كنت موجوده في الكشف دوت. يعني ايه بص للموضوع بصة وحشة؟ يعني هو طريقة كلامه كانت كلها منصبة في انك لازم تبص لنفسك انت عشان الموضوع ما يزيدش، وان الست بتوصل لنشوتها بأي وضع وبأي طريقة يعني. فطبعا هو سمع كلام الدكتور، والموضوع ده كان من حوالي 3 سنين، واحنا دلوقتي طبعا في مشاكل كبيرة جدا، ولدرجة ان هو ابتدى يشك فيا، لان هو طبعا حاسس ان هو ما بقاش يشبعني. وانا طب والله واحنا ليه وقفنا حياتنا على طبيب واحد يا هو ست اسماء؟ رافض حضرتك خلاص، هو لا رفض لا، بعد كده. انا هقول لحضرتك، انت لازم تتكلمي معاه عشان لا يشك ولا انت تشك. ده احنا قبل كده اتكلمنا عن حق الاستمتاع، انه حق مشترك، اللي زوجها بيعاني من ضعف جنسي، وانهم من 10 سنين كان الحال كويس جدا، وبدا يطرا عليه هذا الضعف من 5 سنين فاتوا. لازم تتكلمي معاه، ما فيش حاجه اسمها اصل عيب الزوجه تتكلم مع زوجها في هذا الموضوع. امال تتكلم مع مين؟ امال هتتكلم مع مين؟ هن لباس لكم وانتم لباس لهن. هذه الكلمات القليله اللي فيها معاني كثيره بتقول انه حق الاستمتاع، وده ما ذكره الفقهاء والعلماء بانه حق الاستمتاع حق مشترك ما بين الزوج والزوجه، مش حق لسيادته وانت مالكيش حق، انتوا الاثنين لكم ذلك الحق بدرجه متكافئه. فإذا هو بيعاني من شيء لازم أتكلم معاه، لازم إنك أنت تبتدي تلتمس أسباب الشفاء. العبد الإنسان في الدنيا لا يعلق الأحكام التكليفية على الأحكام التعبدية، بمعنى ربنا هو الشافي، هو الرزاق سبحانه وتعالى، وأنا أعبد الله وأنا مؤمنة بهذه المعاني، وبالتالي إيماني بأنه الرزاق وإيماني بأنه الشافي لا يغني العبد على انه ياخذ بالاسباب الى انه يسعى في طلب الرزق، ولا تغني العبد على انه ياخذ بالاسباب اللي تعينه في طلب الشفاء. والا المؤمن ساعتها او هذا الانسان انسان خامل، وربنا مش عايزنا ناس همل كده ما بناخدش بالاسباب. وانت ده المؤمن يعني عنده طاقه وبياخد بكل الاسباب اللي تعينه الى الوصول الى النجاح والتوفيق، عنده دايما الحرص ده. فلازم تتكلمي معاه وتقولي له انك انت لابد ان تتداوى كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تداووا عباد الله، وانك لابد تطرق اكثر من طبيب، مش طبيب واحد وخلاص هو اللي قال لي كلمتين واحبطني. لا، قولي له ده حق ليا زي ما هو حق ليك، مش عاوزين نوصل لمرحله تبتدي تشك فيا وابتدي ان انا كمان اتضايق واشعر بضيق. لابد ان تصارحيه، لكن تخلي بالك وانت بتتكلمي معاه، لان الرجل لما بيصاب بهذا الامر بتبقى مجروحه كرامته بصوره كبيره جدا. فانا لازم الكلمه الحانيه تسبق الطلب بتاعي،
وتاخدي بايده، وبرده انت لابد انك تتابعي مع طبيبه مختصه، ربما يكون انا في عنصر قد يشارك او قد يسرع من مساله شفاء هذا الزوج، وان شاء الله باذن الله ربنا يكتب له الشفاء، وان شاء الله باذن الله يعني يصلح الحال فيما بينكما.